السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو اليوم. فيديو اليوم راح يكون مميز جدا. علاش؟ زرنا مع بعض واحد البلاصه قديمه، ماشي قديمه، بلاصه جوغ باش مشبحينها بعفايس انتيكا، عفايس قدم، عفايس اثريه، يعني مستعمله من قبل الانسان القديم. فوالا، هنايا نبداو حبه حبه. هنا هذه الدخله ديريكتومون نلقاو المكتب اللي ينظم هاد لو بارك، بيان سور، اللي فيه الدار اللي شريتها دوك نوريها لكم. هنايا دايرين له هذه الكاتبه قديمه جوغ معبره، جوغ راكي داخله المكتب اوتوماتيكمون حطو قدامه كاتبه. كيما نلقاو دي بيسكلاتان قدام اللي كان يستعملها الانسان في القديم. بعد نزيدو نكملو نلقاو مطبخ اللي فيه كل حاجة تاني قديمة وانتيكا اللي كان يستعملها الإنسان القديم، مثل هذه يقولوا لها الصوبة، كما كانوا يلقموا فوقها لاتاي، احنا شوميني ولا ما نعرفش يقولوا له شوفاج ولا جسيب، المهم قديم. هذه العين تاني هكذا كانت، كما نقولوا بكري كان هكذا لافابو تاعهم. ابخي تشوفوا هذا البيدون، ما فهمتش علاش قال بينو يدير الحس ولا الغنى ولا جسيب. كما تشوفوا هنا هو المطبخ اللي نحضر لكم فيه الاكل، فيه تاني كلش قديم. فوالا كذا شلال بني المطبخ هوش قادنيز بوكين نعمل بول بيبر يا باجام باشكا ليمون بلجي ماك تمام نوت نوت بيرينش مكرنة برنش بولون بولون هني يومك يا بجام بيداوة بيداوة نردة أوجاك نردة أوجاك نردة أوردة نردة باك بو صوبة صوبة دا بيشريجا سوبر مينو دي نما مينو دي نما برنش برنش نو هوت باستا تطلو تطلو يوك تطلو يا بجام ودوكا بعد ما شبعنا كرشنا وطيبنا وعرضنا الناس بيان سور نكملوا الزياره لهاد لو بارك. هادي دوك هنا رانا في الدخله، في الدخله الكبيره كما يقولوا اللي منها ويبدا لو بارك. هنا حبيت نقول لكم هذا ماشي زجاج، هذا حجر نادر يشبه الزجاج، اون دي غير شغل راكي على هو زجاج مي هو حجر. والحاجه اللي اثيرتني هي الديكور تاعهم، كيفاش مدايرينو باشياء بسيطه قديمه عاطيه روح وعاطيه بنا، وباليش كيفاش للمكان جو تحس واحد الاحساس هكا بالراحة بالطبيعة بالجمال. فوالا Thank you.
معاك. Çok güzel. Buyurun. Bu mutfağım. Gel. Bu benim mutfağım. Aa, güzel. Mutfağı güzel. Gel. Sayı Hanım. Sayı yaptım. Öyle mi? Ben hemen şabitim. Burada çayım var. Aa, ne güzel. Başka? Başka ne var? Ha, هادو ما ينحلوش. لازم فيكس على البلاد. تمام. Voilà. Bu buzdolabı, frigider. Oyuncak. Bak biraz. Bu fırın, eski bir fırın. Böyle. Ha, biz garbel var bak. عندي الغربال. هذا الصالون. خير هادو في الفير. وشحال حلوة تقول ماشي دار تاع اللعب. شوفو لا ينحلو ما ينحلوش. إلكتريك صوباس. وهنا نطلع المعجات تاوعي. ها هذا مقفول. توش هلاو معجاتي. هيا باركولي باركولي كولي مبروك عليك. بون هذا الدوزيام اتاج. والله الكابولو. يوك يوك اتشك بيو دوار. مرحبا مرحبا. اوه شحال حلوة. شوفوا دي جاردان بيان سور. ايه يلعبوا ولادي يغنوا. فوالا فوالا انا واش شفتوا في الدار هذه حاجه ما تعصح. كامل تاع اللعب جوغ كامل مخدومين بالبلاطخ ولا الكارطون. كنروحو نشربو قهيوه. يا عملي يا عملي يا عملي يا وليداتي يا قطاش. اي خطي خطي علاش تاكلوا من ما كلتمشي. يو استمير بك يا كسكاني كسكاني ريميت. هنا غار على وليدو ما خلاناش نمشي. ايمت بك 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 ديك بنايا بقيت. وهذه الدار مقلوبه. تمام. هذه الدار المقلوبه كنت درت لكم وحده ديجا كيف سي با لا بال. هذه ندخل ليها درت لكم جوك تلقاو فيها كلش مقلوب. مي دوك نسيي دوك نشوف. واو 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 دوك نجي انا لو مسيو نصورو هنايا. اشكلا يعني الحب هنا. هذه قال هنا هذه البحيره تاع البط. شوفوا مدايرين هذيك اللي تصفي الماء ولا اللي ترجع الماء تاع زمان تانيك. شوفوا لي ستيل تاعها تاع بكري. اللي يعرف اسمها تقول لي اسمها في الكومونتير. تمام لي اسمها. شوفوا لي جوغ تقعد تدور في الماء. فوالا. اوه توك توك. Abla bu ne? Eski süpürge be. Gürgür adı ne? Gürgür. Gürgür. Aspiratör. Hadi tabi bekleyin kendine ait olay gürgür. Bak kahve makinesi belki değil mi? Bak.
Ne acaba? Evet, kahve belki. Makinesi. Dikiş makinesi. Telefon. Toka Türk kahvesi. Kahve Türkiye. بيان سور لازم تجي لهاد لي بلاصه تشربي القهوه تاعهم بزاف بنينه بزاف سبيسيال وهكذا وحنا انت قاعده في برا تشربي في القهوه يجوز عليك الباط الوز نورمال ما يخافش بيسك على بالو بلي الناس تما مسالمين واحد ما يأذيه Böyle büyük büyüyor. Şey, Kenan Evren Çin'e gitmişti işte. Cumhurbaşkanı iken orada. Evet. Ben Falat Gül'e göndereyim bakalım. Yaklaşırsanız kaçarlar. Yavaş yavaş git sen yaklaş. ودوكا هذا البط راح يقول لكم باي باي ويدلكم باي باي بقى على خير نتلاقاو في الدار دوكا نروحوا للدار ونحضروا مع بعض واحد الطبق تركي يا البنات واش نحكي لكم واش نقول مرحبا بكم كاملين مرحبا بكم كاملين من الزنقة للكوزينة دوك نسنا في جارتي واحد المرا كبيرة الله الله هي راح تعلمني اليوم كيفاش ندير الدولمة التركية على أصولها الحاجة الأولى نغسل الكرم ونخليه يفور مي ما نخليهش يفور بزاف غير شوية على هنا لحقت خالتي جارتي هو نبدينا نديرو هنا درت زوج كيسان تاع الرز مشلين مغسولين وتقطع فوقهم البصل ابخي كي قطعت البصل رقيق رقيق راهي دوكا ترابي في الثوم واحد 3 سنين الثوم من بعد حطت لا فيونداشي وراهي تانيك تقطع في المعدنوس رقيق رقيق لازم كل حاجة تكون مقطعة رقيقة كيما راكو تشوفوا فوالا هنا هاد البصل شوفوا تنحيلو قلبو باش من بعد تانيك تحشيه ونحطو هنايا مع في الطنجرة راهي تغلى فيها باذنجان وفلفل حلو يابسين هما الاتراك يبسوهم في الصيف للشتا باش يديروا فيهم الدولمه يحطوهم في الماء سخون من بعد حطت فلفل قناوه فلفل احمر مرحي وحطت ملح وفلفل الكحل وعجبتني هنا تحط هذيك اللي نقطعوا عليها الخضره تحطها فوق لاباسين دوك تشوفوا واحد الطريقه هكذا تقطع وترمي ديريكتومون في لاباسين براتيك فوالا هي الطريقه اللي قلت لكم عليها طريقه العجايز الله الله والله غير براتيك ما شاء الله من بعد زاد زوج مغارف تاع طوماطيش كونسونطري وزادت واحد المغرف صغيره هكذا تاع هريسه اللي يحب هذه اختياري الهريسه مي طوماطيش حطت زوج معالق كبار البنات والحاجه اللي تميز الاتراك هما غراف ما يحبوش التبذير في ميسكم هذا الابيض اللي يتقطع فيه وشنو هو هذا هو قلب تاع الفلفل الحلو اللي حنا كي نفتحوا الفلفل الحلو نرموا القلب هي مرمات القلب نحات له زريعه وقطعته داخل الحشوه من بعد نحكموا طنجره كبيره اللي حنطيبوا فيها الدولمه تاعنا نحكموا حبه قارص نقطعوها دي طرونش وندخلوها في قاعده تاع الطنجره وهنا حاجه نسيتها في الحشوه دارت كاس زيت زيتون معمر داخل هذيك لافارس داخل الروز وفيونداشي وهذوك دارت كاس زيت معمر تاع زيت الزيتون فوالا ودوكا هذه الطريقه يا البنات اللي عييت نتعلمها واحد الطريقه قلت لكم الاتراك ما يبدلوش شوفوا كيفاش يفتحوا هما الباذنجان ولا الكورجات ولا البطاطا ماشي كيما حنا نحو الزريعه هذيك نرموها هما باش ما يرموش الزريعه تاع الداخل شوفوا كيفاش تفتح النص حبه تاع الباذنجان تفتحها على زوج يعني تستفاد يولوا عندها زوج باذنجان اللي تحشيهم شوفوا كيفاش تفتحها انا عييت نتعلم قالت لي لازم البخاتيك سييت وحده ولا زوج ما عرفتش الحق قالت لي لازم بخاتيك شوفوا كيفاش تفتح شوفوا هكذا باش ما ترميش هذاك القلب باش القلب شوفوا تزيد تستفاد منه ما ترميش القلب هذاك تفتح الحبه باذنجان تفتحها على ثلاثة شوفوا ومام تجي خفيفه تجي الحبه خفيفه باسكو حنديروا لها نعمروها بالروز فوالا شوفوا كيفاش راهي حبيت هنا ما حبيتش نمشي لكم لا فيديو باش تشوفوا كيفاش راهي تفتح فيها هكذا تفتح تدور كامل الموس ابخي تجي الفوقة تشق واحد الشق وتدفع بالموس للبرا تخرج هذيك القلب تاعها سبحان الله مام هي قالت لي انا كي كنا صغار دائما يما انا تعلمنا قالت لي بصح شنو لازم البخاتيك شوفوا دوكا يتفتح في الثانيه
Voilà. هنا جيتكي شاطرة أنا نتعلم زعما، مي ما قصتهاش، ما خرجتليش، صح صعيبة، إيبا نتوما ديرو نورمال كيما نديرو حنا، سينو سيو تجربو، سيو تجربو كيما راني وريت لكم الطريقة بالتفصيل، كيما أنا راني ندير أنا تاني كاني دايما نجرب هكدا، نجرب في نص حبة في نص حبة، حتى الواحد يتعلم، فوالا. من بعد تشوفوا تانيك الكورجات، حبيت نوري لكم طريقتها، نفس الشي اللي دارتو مع الباذنجان، برك الكورجات قلبها ما طيشاتوش، هذاك ديرو في القاعده تاع الطنجره. علاش ديرو في القاعده تاع الطنجره تاعها؟ باش ما يتحرق لهاش، ومن بعد كي تعمر الدولمه تاعها ما تتحرق لهاش، ومام هذيك القاعده تنتكل ومن بعد تجي بنينه. فوالا شوفوا الطريقه كيفاش راهي تفتح فيها، شوف تجوز الموس رقيق، بعد ما باليش هاكو تشوفوا، ان شاء الله تتعلموا، والله غير انتريسون جوغ ما باليش كيفاش هكا صح، ما ترميش كامل الخضره تاعك لي قلبها، يعني ما ترميهاش كامل. دوكا بعد ما وجدنا كلش نقعدو دوك مع بعض ونحشيو لا فارس تاعنا. هنا برك زادت الملح، ملح الليمون، هذا الملح اللي يجي قارص. وهنا بديت بالورق عنب، هي يتعمر في الخضره، انا درت ورق عنب. ورق عنب هذا كيفاش يديروه؟ راكو تشوفوا في الطريقه كيفاش راني نعمر فيه، ومام طون نحكي لكم عليه. هذا الورق عنب ينحوه من الداليا تاع العنب، يغسلوه مليح، ومن بعد يغلوه في الماء سخون، عادي يغلوه شويه في الماء سخون حتى ياخذ هذا اللون، سي بون، وينحوه يصفوه ويولي جاهز باش تديري ورق عنب. دوك هما يخلطوا الدولمه، الخضره، ورق عنب، الكرم، فوالا، والحشوه تاعو راكو شفتوها عادي. وهنايا تحكموا الجهه الحرشه هي اللي تعمروا عليها كما راكو تشوفوا. هذا انا شاطره فيهم نورمال، ما تغيبليش. فوالا شوفوا نحكم الرطبه نحطها على لا تابل، والحرشه هي اللي ندير فيها لا فارس، ونرولي كيما نديرو البوراك نورمال. فوالا دوكا الكروم، الكروم هنا راني فورتو نص تفوار، يعني ماشي كام، ماشي بزاف، بس حيزيد يطيب شويه. ومعلومه واحده اخرى تانيك، هنا لا فارس ما تكتروش، بيسك الروز ماهوش طايب دوك في القدر تاعنا، كي ولي يطيب راح يتنفخ، كون تعمرو بزاف يخرج لكم على الورق، في الخضره ولا في الورق عنب ولا في الكروم، دائما لا فارس تكون تاعكم قليله. فوالا دوكا حطينا الخضره تاعنا في القدر هذاك اللي وجدناه بالليمون، حطينا الخضره الاولى فوقها الكروم والورق عنب. وهنا ما يغلي، ما يكون يغلي هنا في هذا الكيل، دارت 3 كيسان تاع الماء يغلي فقط، يعني ما تعوميش الطنجره تاعك، 3 كيسان فقط، ونغطيو عليهم. هنا ياخذت لي واحد ساعه ونص على نار قليله حتى تنشف وحدها كيما راكي تشوفي. شوفوا هنا قلبتها في السني، هما عادتهم يقلبوها في السني بعد ما توجد، وكما راكو تشوفوا ناشفه ما فيها حتى قطره ماء، وماشي ما تتحرق لكم ما والو. هنا قدمتها مع العيران التركي، يعني هو اللي كيما اللبن، جات تحفه. من بعد الدولمه حطيت لهم هذا الديسير، لاني حاطه الوصفه في قناتي على اليوتيوب من قبل، تانيك هذا الديسير قوه، وما نحكي لكمش الدولمه يا خوتي هذه كيفاش جات، تشهي تشهي تشهي، ان شاء الله تجربوها، والله غير ما تندموا، بيسكي قرف بنينه. دوكا ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير، وتهلاو لي في روحكم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.